مزيد عن حسين في التقرير التالي. خطوات قليلة تنتقل بك إلى عالم آخر، ينسيك الواقع ويقدمه لك بنسخة مختلفة، نابضة بالفن عابقة بالمشاعر، فتستمتع بالغوص في معالمه وكأنك تطل من نافذة اللوحة على نفس شفافة تتشارك معك بمكنوناتها وتطلعك على إرادة وتحد ترجي ما في محترف الإبداع للفنان حسين حسين. من نحن وصغار بنحب نرسم إلى آخر، نحن طبعاً أكثر شوي بنحب نرسم اللي بعدين بيتجهوا للفن، بنضلنا نرسم أكثر، بس لما كنت بروسيا رحت لعمل صيدلة هونيك، كنت مدينة اسمها كان لينينغراد وقتها، هلا غيروا لها اسمها. هيدي المدينة صعبة ما تأثر على الإنسان لأنه قد ما فيها أشياء فنية، فكنت هونيك التهي إذا ما عندي درس بالصيدلة التهي أكثر بالمتاحف وأحضر كونسرت موسيقى ولا. يعني كل شيء الجو الفني المتاح استغليته قد ما فيه. لقيت حالي بعدين لما رجعت على لبنان انه كله كان موجود بداخلي، وحسيت انه في شيء انا عم بشدني انه روح على الفنون اكثر. لما اهل الترمينال اجى بده يعمل رسام، نحن ما انا منعت صراحه، عشان قلت له انا رحت خصص شغلي غير هيك عشان بدنا شيء يعني ينتج اكثر. راح تخصص الكترون، رجع قال ما بدي الكترون، رجع راح على عمل صيدلي، وبس خلص رجع عادي فات بكلية الفنون وعمل فنان. أنا يعني هلا كنت يعني بقول إني كنت غلطان كتير، كان لازم من الأول يعني كنت شجعه على الفن. خيالات الألوان لم تفارق خيال حسين، ومحاولاته الأولى في الرسم لم تكن لترضي طموحه الفني الوثاب الذي سرقه من عمله إلى حيث تنطلق موهبته في فضائها اللامحدود. حتى لو كان عم برسم بالصيدلية ما قادر أطور حالي أكثر، فهيدا كان عطاني دافع لحتى فوت سجل بالجامعة لحتى فوت بعالم الفنون. بذكر أكثر شيء كلمة أستاذ جميل ملاعب، هو فنان مشهور بلبنان، قلت له وقتها أنه عم بخسر الصيدلية وكل مرة بجيب موظف وممكن يسرقني وإلى آخر، عملي خلوني يسرقوه لأنه في كتير صيادلة بس مش كتير عنا فنانين. نفحات فنية ترافقك في كافة تفاصيل حياة حسين، من محترفه الخاص إلى منزله الذي تحول متحفاً ومعرضاً دائماً لروائع أعماله وما يستهويه من الفنون التي تلامس الروح برهبة خاصة. بسنة الدبلوم الأساتذة كانوا بآخر السنة بالتحكيم كانوا يقولوا له أنت زميلنا، أنت أستاذ، لأن شغله كان كتير قوي. عملت معرض ودغري باللوحات الدبلوم، ووقتها بموضوع الدبلوم قاموا قالوا لنا نختار موضوع خاص أو أي الموضوع بدنا إياه. اخترت موضوع خاص مباشر، كنت مارق بحالة مرضية منا 100% ظابطة، الحكمة كانوا معطين دياغنوس مش مزبوط، بس مرقت بثمانية أيام صعبين. حبيت جسد هالإحساس، مش الشكل، إحساس المرض، إحساس الخوف، إحساس اللا أمل وإلى آخره، حبيت جسدهم بلوحات. بالمعرض التاني انتقلت كلياً على مطرح تاني، رحت على الطبيعة، الطبيعة اللي حوالي. عادة بالمواضيع اللي برسمها ما بروح كتير لبعيد، لأنه برأيي مش ضروري واحد يتغرب بلوحاته ولا يرسم أشياء غريبة عنه، أشياء مثلاً أوروبية أو شيء منحب أحياناً نقلد ستايل مش إلنا. المعرض الثالث كان أكتر شيء يعني كمان واحد بما أنه كل شيء بعكسه ما بروح لبعيد، كنت مارق بظروف كانت شوي قاسية علي وتخطيتها، بس هالتخطي كان المطلوب مني شوية، إذا بدكم شوية انتقال من مرحلة عادية مادية لمرحلة روحانية شوي. كان اسمه ممر، مش ترك المعرض مع حدا تاني، بس هونيك ممر قصدهم شيء، وأنا الممر لإلي كان قصدي أنه الارتقاء من حالة مادية لحالة روحانية.
فن لا متناهٍ طوعه حسين حسين ليكون وسيلة تعبيرٍ يجسد معها فكرةً خاصة، فراحت أنامله تدوزن الصخرة وتكرسه نحتاً ناطقاً. النحت كمان له رسالة بصرية مثل الرسم مثل التلوين. كمان النحت لما بنحت أقل، بس إنه كمان لما كون عم بنحت كون عم بشعر نفس الشعور اللي عم بعمله بالرسم. نمط خاص أنتجه الفنان حسين حسين في واقعية أعماله التي أعطاها روحاً من روحه وحياةً من حياته، فكانت أكثر سمواً في تأريخ مراحل الإنسان المختلفة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تكون جولتنا قد لاقت إعجابكم. لقاؤنا بكم يتجدد في الأسبوع المقبل مع فعاليات وأنشطة جديدة، وحتى ذلك